لقي قيادي حوثي بارز مصرعه وأصيب عدد من مرافقيه برصاص الجيش الوطني بمحافظة الجوف شرقي اليمن. وقال مصدر عسكري أن مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالميليشيات المدعو زيد علي المراني قتل مع 6 من مرافقيه خلال معارك دارت بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم مركز المحافظة. والسبت سقط عدد من عناصر الميليشيات في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني في جبهة بير المرازيق شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف.